اول شيء الهاله السوداء واش عندها علاقه طبعا بنمط العيش اللي شويه كيتغير في شهر رمضان الكريم، لانه كيولي الانسان كيسهر كتولي شويه نقص نعاس، واش هذا كيسبب الهاله السوداء؟ فيمكن يسبب الهاله السوداء الا ما كناش كنعطيو الداس ديالنا والجسم ديالنا الحق ديالها في الراحه، لان حتى النوم مهم جدا بالنسبه للمنطقه حول العين، واللي هضرنا عليها كثير، وان هذه المنطقه حول العين اللي هي فيها البشره كتكون رهيفه ثلاثه المرات اكثر من البشره ديال الوجه. نعم. وتما شنو كيكون واحد العريقات صغار، واحد الشعيرات الدمويه اللي كتدور فيهم الدوره الدمويه، فلما ما كيكونش عندنا داك الاكسجيناسيون، يعني داك الاكسجين الكافي اللي كيدور في هذه المنطقه هذه، كيعطينا هذا اللون هذا اللي كيكون ازرق، اللي هو عباره على واحد يعني الدم اللي فيه ثاني اكسيد الكربون اكثر من الاكسجين. وهذه المنطقه كذلك كيكون فيها هذيك الزرقيه، علاش؟ لان المنطقه ديك المرونه ديالها او داك الكولاجين ديالها بدا كيتضرر، اذا ما بقاش عنده ديك الحيويه ديالو. يعني داك التلوينه في الدوره ديال العين معنيته انه داك البلاصه ناقصه اكسجين، ضروري خصنا نعطيوها الاكسجين، وخص علاش خصنا ديك المنطقه يولي يدور فيها الدوره الدمويه بطريقه منتظمه. ودائما كنهضروا على هذه المساله هذه اختي سناء، بالنسبه للبشره اهم حاجه الدوره الدمويه تدور بطريقه منتظمه، علاش؟ لان باش تعطينا الاكسجين، باش تعطينا المواد المغذيه، وهذا هو السر في اللمعان والسر في النضاره ديال البشره ديالنا. نعم. شنو هي الوصفه اللي محضر لنا اليوم دكتور عماد وكنا وعدنا بها مستمعاتنا ضد ولعلاج الهالات السوداء؟ نعم، فهنا غادي ناخذ واحد جوج ديال المكونات اللي موجودين اللي متوفرين، اللي هي عباره على جوج ديال الزيوت، عندنا زيت اللوز الحلو وزيت الورد. إذن جوج ديال الزيوت، زيت اللوز الحلو اللي فيها ماده الاميغدالين، هذه الماده حتى هي ماده اللي كترمم الخلايا اللي كتجددهم وكتعطينا حيويه الكولاجين. وزيت الورد شنو فيها؟ فيها واحد الالكول اللي هضرنا عليه طبيعي، هذا الالكول شنو كيدير؟ كيحسن الدوره الدمويه في هذه المنطقه هذه ديال حول العين. وهذا الخليط هذا اللي هو معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو ومعلقه كبيره ديال زيت الورد. نعم. كنخلطوه وكنديروا به واحد المساج في الدوره ديال حول العين يوميا كل ليله، كيعاوننا باش كنرجعوا الحيويه لهاد المنطقه هذه. الى عندكم سؤال او الى عندكم تنتم وصفه جربتوها للهاله السوداء بغيتوا اليوم تكلموا لنا عليها، مرحبا بكم. هذا موضوع من المواضيع اللي اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم لها حلول ووصفات طبيعيه مضمونه وامنه. الى السيده هنا كعطيتينا وصفه بجوج ديال الزيوت، الى السيده ما بغاتش دير الزيوت، وكاين السيدات اللي كيقول لك انا بغيت شي حاجه ما فيهاش الزيت، ما كاينش ما احسن من البطيخ اللي موجود دابا ومتوفر. سويله جميله جدا للبشره. فلما كناخذوا اللب ديالها فهذيك القشره ما كنلوحوهاش، كنقطعوها طريفات صغار وكنديروها تبرد، فكنخليوها في الكونجيلاتور او في الثلاجه في الفوق في المجمد. شنو تحاول السيده تقطعها؟ رقيقه ومربعات دي كيوب او مكعبات عفوا، باش وتحافظ عليها في واحد البليصه اللي تكون بارده، بحال غدير بها شي فاسمه، بحال غدير بها شي فوالا. ومن بعد كناخذوا شويه معلقه كبيره من هاد القطيعات هادو اللي باردين، كنديرهم في واحد الفاسمه ولا كنديرهم في واحد الزيف ديال حياتي، وكندوزهم ككمادات على العين ديالنا. يعني نديرهم في ديك الفاسمه الطايبه، داك الفاسمه الطايبه. نعم، ديك لاكومبريس ستيريل فوالا، او في الزيف ديال حياتي يكون نقي، وكنديروا كمادات على العين ديالنا كل ليله، كمادات واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنمسحوا ديك البليصه، كنمسحوها بشويه ديال الماء وكنداوموا عليها، فهي جميله جدا. علاش؟ فيها الاملاح المعدنيه وفيها مواد اللي كتعطينا تسريع الدوره الدمويه في هذه المنطقه هذه، وزائد البروده اللي هضرنا عليها شحال من مره، لا كريوثيرابي، العلاج بالبروده. نعم. فتا هذه وصفه هائله لهذا المشكل. اذا هنايا يا اما الوصفه الاولى اللي غتصلح لك لاله بالزيوت، نعاودوا نذكروا بها. نعم، اللي غناخذوا فيها معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو ومعلقه كبيره ديال زيت الورد. نعم. غادي نخلطوهم ونديروهم كمساج حول العين يوميا، ما نقطعوش هذه الوصفه هذه. يا اما كنقطعوا داك الجلوف ديال البطيخ، من بعد ما كلينا اللب كنحافظوا عليهم، كنقطعوهم في مكعبات، كنديرهم في المجمد حتى كيبردوا مزيان، كيبقاو باردين، وكل مره كنهزوا معلقه كبيره من هاد المكعبات، كنديروها في واحد الفاسمه طايبه او زيف حياتي اللي كيكون نقي، وكنديروا كمادات على العين، يعني كنحطوها وكندوروا على العين بشكل دائري في العين الاولى وفي العين الثانيه 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنمسحوها بالماء. نعم. العادي. الا كانت السيده عندها العينين كيتنفخوا لها هذه الهالات او داك الكحوليه او داك الزرقيه اللي كتكون حول العينين. نعم. الا كانت السيده عندها المشكل ديال العينين كيتنفخوا لها او دوك لي بوش ما يسمى كيكونوا جيوب. نعم. من تحت او فوق في الجفن ديال العين. فهنا
90% ديال العائلات المغربيه في المغرب كياخذوا اتاي كيشربوا اتاي في الوقيته ديال في رمضان. فهذاك التفل ديال اتاي داك اللي كيبقى اتاي التخس ديال اتاي الاخضر ديال حبوب اتاي ديال حبوب اتاي علاش ملي كيطبخ مزيان وكيطلق مزيان كيكونوا عندنا لي طانه. فهاد لي طانه هادو كنستافدوا منهم كنهزوا عاوتاني معلقه كبيره من هذاك الشيء اللي كيبقى يعني داك التخت اللي كيبقى ديال اتاي نحاولوا نكون فيها بس واخا يكون فيه السكر وفيه النعناع ماشي مشكل ناخذوا غير اتاي بوحدو لان لي طانه كيكونوا مركزين في هذوك الاوراق ديالو. نعم. فكناخذوا معلقه كبيره منه كنديروه في واحد الفاصمه ولا في واحد الزيف ديال حياتي وكنحطوه ككمادات كذلك على فوق العين ديالنا. نعم. كنخليه واحد المده ديال 10 دقائق قسمين ومن بعد كنغسلوه وهكا كنستافدوا من هاد المزايا لان اللي طانا كيوزنوا لنا الماء اللي كيكون في هاد المنطقه هذه وكيرجعوا يعني منطقه حول العين الحاله الطبيعيه ديالها. مليكه معنا من مكناس، السلام عليكم. 0522 77 24 24. مرحبا بكم وباسئلتكم مستمعتنا. اهلا بك لا مليكه. اهلا وسهلا، كي دبت حبيبه لاباس؟ الحمد لله. مليكه عندك سؤال على الهالات؟ الله يبارك فيك، مرحبا. تحيه للناس مكناس. شوف عفاك عندي جفاف العين، العين ديالي ما بقاوش فيهم الدموع. ايه اها. وتحت العين عندي بحال شويه زرق، هي من بكري قبل ما يجيني هذا الجفاف كان عندي الكحوليه تحت العين. فبالنسبه ل وعندي سؤال ثاني الله يرحم الوالدين اذا ممكن. ايه واخا يلا نتقاسموا معك. من جاني هذا الجفاف ديال العين وليت كنخاف اي حاجه نديرها لوجهي. بغيت غير شي وصفه كنديرها لوجهي على اساس باش شويه تعطيني نظره لوجهي هذوك الشوائب. نعم. فبالنسبه لمنطقه حول العين على ديك الزروقيه فتستعملي احد الوصفات اللي عطينا، يعني الجوج وصفات اللي عطيت ديال منطقه حول العين. وبالنسبه للنظاره ديال البشره ديالك فغادي نعطي وصفه النظاره، ولكن المساله ديال ان الدموع ما كيبقاوش في العين وكينشفوا فهنا كيخص التقطيره اللي كتعطينا الدموع الاصطناعيه اللي كيعطيها لنا طبيب العيون. صافي تفهمنا. هذيك ما خصهاش تخطاك لا انت ولا اي اخت. عندي. نعم. عندي دائما كنديرها حيت مهم اننا ننميه هذيك البلاصه في عينينا. علاش؟ باش ما كيكونش عندنا الجروحات، لان كيكون واحد الندبات العين كتولي كتجرح الا ما كانش فيها الدموع. فالدموع هما اللي كيخليو العين دائما ميها وما كتجرحش ولا ما كتعفنش بالبكتيريا. فانت وكاع الاخوات اللي عندهم هاد الدموع الاصطناعيه اللي كيعطيها لهم الطبيب باش كيديروا هذوك التقطيرات، فعافاكم المده اللي قال لكم الطبيب تستعملوها خصكم تستعملوها، واللي عطاها له الطبيب انه يستعملها مدى الحياه فيستعملها لانها مهمه لصحة العين. والنصيحة الثانية اللي سبقنا أيضا عطيناها في البرنامج مع أطباء واختصاصيين في صحة العيون مالكة، إلا كنتي كديري مثلا واحد النشاط يا الخدمة يا حرفة يا كتقراي القرآن يا كتفرجي مثلا في التليفون أو في التلفزيون، على راس كل 20 دقيقة خصك ديري واحد الوقفة مع راسك وترمشي عيونك، ترمشي تشدي وتحلي عينك، تشدي وتريحي عينك، تريحيهم بعد الدقائق يعني واحد 4 أو 5 ديال الدقائق، وعاد عاوتاني تكملي ديك البلاصه اللي مركزه عليها، لانه كانوا قالوا لنا انه من بين العوامل اللي كتعطي هذا الجفاف ديال العيون. فما يكون بس عندك ان شاء الله. غادي ناخذ حنان من الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام اختي سناء. اهلا. كديره اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. شكرا. كديره اخويا عماد بخير لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. ملي كنسمع صوتكم مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ بخير الله يجازيكم بخير. هذا واجب. بغيت نسولك ما يخليك شعرك يطيح لي بزاف. اييه. عاد عرفت مؤخرا درت تحاليل ولقيت عندي فقر الدم الخزان، لقيت عندي 3. اييه. دابا كناخذ الدواء. ولكن كنحس براسي واخا كناخذ الدواء باقا انا باقي شعري كيطيح والعيا، ولقيت عندي حتى فيتامين دي حتى وقيت عندي 6. واخا نسولك دابا شحال هذه وانت كتاخذي الدواء؟ دابا يلاه بديتو دابا شهر. شهر ايوا باقي اختي شويه فهمتي؟ باقي شويه. علاش؟ لان خصك، انا متفق معك، باقي هاد الاعراض هادي، ولكن دابا يلاه الخزان بدا يعمر ياك، وخصك على الاقل مده ديال 3 أشهر ديال التخيطمون. عاد باش التخيطمون كيعطي الفائده ديالو. والمساعده فانا غادي نعطيك وصفه للمساعده بالنسبه لفقر الدم. غادي نديروا المشروب اللي كنا عطينا واللي كيعاون وكيساعد، اللي غناخذوا فيه معلقه صغيره ديال الفوه مطحونه ومعلقه كبيره ديال الكركادي. هذا الخليط هذا كنطبخوه في كاس كبير ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان، كنخليوه يبرد، وكناخذوا نص كاس ديالو
انت دابا في الوقيته ديال 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 الصيام، فساعه مورا الفطور خذي نص كاس من هذا الخليط هذا، وان شاء الله منين يخرج شهر رمضان فبدي تاخذي هذا نص كاس صغير نص ساعه بعد الفطور ديالك وداومي عليه، زائد الادويه مازال كنأكد، فان شاء الله غادي يعطيك فائده. بالنسبه لنقص الفيتامين دي دكتور عماد، اذا كان المعدل ديال العلاج ديال فقر الدم او الانيميا هو 3 شهور، شنو هو المعدل والمده باش السيده اللي عندها نقص في الفيتامين دي دير لاباس؟ نعم، على حسب لي ستاد، فاذا كان يعني خفيف فخفيف كيمشي حتى هو من 3 شهور فما فوق، اذا كان يعني حاد او متوسط فكنمشيو من 6 شهور كتمشي حتى العامين. نعم، فهذا هو هذه هي يعني المده اللي كيرجع فيها الخزان ديال الفيتامين. قالت لينا حنان انا وعندها 6، لقات 6 في الفيتامين دي. ف 6 دابا على حسب يعني الحساب ديال القيمه، على حسب يعني لاباري اللي كيتحسب عليها في كل لابوغاتوار، فكيكون هذاك الانترفال اللي كيكون كيعطينا القيمه ديالو. واش هناك اعشاب او وصفه طبيعيه للمساعده على علاج نقص الفيتامين دي؟ فنعم كاين، يعني كنا هضرنا على الزنجلان اللي هضرنا عليه واللي كانت معلومه حصريه في حديث مغزل مع سناء الزعيم، فغادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزنجلان جوج المرات في اليوم، والزريعه ديال الحريقه الحرشه اللي هضرنا عليها كذلك اللي غناخذوا معلقه صغيره ديالها، نستافدوا من هذا الشهر هذا واننا كنستعملوا الحسوه بزاف بالحليب، فناخذوا حسوه بالحليب والشعير زلافه يعني امبول كنديروا فيه معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه، اذا انت كطيب وتسالي ملي كنعمروها في هذيك الزلافه كنزيدوا فيها معلقه صغيره ديال زريعه الحريقه الحرشه وكنداوموا عليها، فزريعه الحريقه الحرشه كتعطينا المركز ديال الفيتامين دي، الفيتامين دي اللي هو كيكون نباتي، وكتعاوننا كذلك حتى في التركيز ديال الفيتامين دي اللي كيكون عندنا في الاكل اللي كنكونوا كناخذوه. يعني دابا حنان والناس اللي عندهم المشكل ديال فيتامين دي يواظبوا على هذه الحسوه. نعم، مره في اليوم المده على الاقل، على الاقل المده ديال شهرين ان شاء الله ما يكون باس عندكم. خديجه معنا من طنجه، اهلا بك على راديو اصوات. اختي سناء كيفتينا؟ مزيانه الحمد لله. العيله تفضل. كيفاش مزيان؟ اللهم لك الحمد. دكتور عماد الحمد لله ملي كنسمع صوتك. شكرا بارك الله فيك. لا يخطيك اخويا، الله يحفظك. انا عندي العيله عندها نقص في سميتو، ما عندها شي مثانه غليظه زعما. المهم هذا هو ساعات نعاود السؤال ديال الهالات السوداء. هو عندها 43 كيلو عندها تتوزن، وهي عندها 23 سنه. هي وشحال في الطول ديالها؟ الطول ديالها طويله، ولكن بغيت حاجه وحده، قالوا ليها عملي بكبوكه. وما عرفتش زعما واش انا بغيت قلت لها ما تشريها ما ديري حتى حاجه حتى نسول الدكتور عماد هو ينصحني. دابا بنتك نحيفه وبغيتي شي حاجه اللي تساعدها باش تزيد الوزن. ايوه بغيت نسول بعدا على البكبوكه واش مزيانه ولا لا. شوف دابا استعمال المفرد ديال البكبوكه وانا كنوعدكم اننا نشوف مع الاخت سناء اننا نعاودوا نرجعوا لهذا الموضوع هذا ديال البكبوكه وعلى هذه الماده هذه، لان بزاف دايره واحد الضجه كبيره في, 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 في الانترنت، ولكن البكبوكه الاكثر منها كتضر في الكبده وكتضر في الكلاوي، ومازال غادي نرجع لهذا الموضوع هذا ان شاء الله. الله وبالنسبه واش دابا ديرها ولا ما ديرهاش؟ لا تقطعها نهائيا، ما تستعملهاش، فقلنا ان فيها مضره للصحه. نعم، وبالنسبه لزياده الوزن بالنسبه عند البنت فانا ان شاء الله غادي نعطي وصفه، لان بزاف الاخوات غيسولوا هذا السؤال باش نديروا وصفه شامله ان شاء الله. سؤالك على الهالات السوداء. الله يعطيك الصحه اختي سناء، ماشي انا ديما عندي مره تينوضوا لي تنفخوا لي عينيه ما عرفتش مناش، وانا المشكل عندي نقص فيتامين دي، وعندي المطران من فوق، وعندي العصب في المعده. واخا. وعندي ديك النشوفيه، بغيت نسقسي على النشوفيه ديال الفم، كنشوف ليا فمي بزاف، نشوفو حتى وجهي حتى البشره ديالي ناشفه. دكتور عماد. نعم، واخا نسولك ما كتعانيش من شي مرض مزمن من الطونسيون الكلاوي؟ لا الكلاوي ما عنديش، كان عندي ليكيس في الكلاوي، ولكن ملي درت عليهم التحليله قالوا لي هذيك خليقه. ودابا تندير واحد تنشرب واحد الباستيات الصباح راه تحبق في المغرب دابا في الليل ديال عندي الغدد. شوف حيت هنا ان الانتفاخ اللي كيكون ملي كنوضوا في الصباح هنا كيكون ان الماء بقى لينا في الداس ديالنا، وكيبان خاصه في هذه المنطقه هذه ديال حول العين. فانا كنصحك تاخذي نص معلقه صغيره ديال ورق سيدنا موسى مطحونين، اذا غير نص معلقه صغيره 5 غرام، وديريها في كاس كبير ديال الماء مغلي، ماشي كاس صغير، كاس كبير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وبداي تشربيها ساعة بعد الفطور، ومنين يخرج رمضان تشربيها على الريق. هذه لي كل جميع الأخوات اللي كينوضوا، يا إما عندهم الانتفاخ حول العين ولا عندهم الانتفاخ في الوجه ديالهم،
فهاد هاد هاد الماده هذه اللي هي ورق سيدنا موسى فكتساعد اننا كنتخلصوا من الماء وكتحيد هذاك الماء اللي كيكون عندنا زائد في الداس ديالنا. وهذه كمساعده اكيد ان خصنا نشوفوا واش ما عندناش مشكل ديال الطونسيون، واش ما عندناش مشكل ديال الكلاوي، لان هادو جوج ديال الامور كيمكن حتى هما يعطيونا هذا المشكل هذا ديال الانتفاخ. بالنسبه للنحافه وزياده ديال الوزن شنو الوصفه اللي غادي تقدم لنا دكتور عماد؟ كتشاهدونا ايضا باللايف عبر الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك، وكتقول لنا مجموعه ديال السيدات كتبوا لي انه عندهم نفس المشكل وكيسولوا شنو هي البكبوكه. دنيا كتقول انه بنتها حتى هي عندها 14 سنه وعندها نحافه، كذلك ايه اللي كتسول على وصفه للمساعده. نعم، فالبكبوكه هي من المواد الطبيعيه اللي كتستعمل بزاف النبات اللي كيتستعمل واللي عنده اعراض جانبيه على الصحه ديالنا. نعم، ومازال غنتطرقوا لهذا الموضوع هذا. بالنسبه لزياده الوزن، واخا غادي نعطي وصفه لفتح الشهيه، دائما غادي نرجع للحبق البلدي. علاش؟ لان لابازيلين مهمه جدا فتح الشهيه وماده اللي مقبوله كيمكن الانسان ياخذها. فغناخذوا نص معلقه صغيره ديال الحبق البلدي ونص معلقه صغيره ديال الزعتر. نخلطوهم، نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق، وكنشربوه دابا في رمضان غادي نشربوه مورا الفطور بساعتين، ولكن غير يخرج رمضان فغنوليو كناخذوها في الصباح على الريق، وهكا كتهيج الشهيه او كتستيمولي لابيتي، يعني كترفع لينا الشهيه ديالنا، ونداوموا عليها دائما حتى كنرجعوا كناخذوا او كناكلوا بطريقه عاديه. هذا من جهه. من جهه اخرى، وصفه اللي غادي ناخذوها وحتى هي كتساعد، فغادي ناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال الصوجه مطحونه، وغادي ناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال اللوز مطحون، وجوج معالق كبار ديال الزنجلان مطحون. هاد المكونات كاملين كنخلطوهم بالحليب المركز المحلى حتى كيتخلطوا مزيان، وكتاخذوا معلقه كبيره بين الفطور والعشاء وبين العشاء والسحور، ومنين يخرج رمضان بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء، ونداوموا عليها على الاقل مده ديال شهرين، فان شاء الله غتعطيكم نتيجه. حورية معنا من فاس، معنا زينب من الدار البيضاء، اهلا بك حورية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك على راديو اصوات حورية. ربي يخليك. عفاك ما تنسوا التصريم. مرحبا. كنت قلت ليها على حساب شعري كيبانوا اللي فيه شي طبايع بويض، يعني كيخوى من الشهر وكيولي يعمر. كان قال لي عندك حساسيه، عطيتيني داك زيت عزير وزيت الخزامه ومعلقه ديال الزعتر صغيره ومع زيت العود. استعملت هذا دابا هادي شي 3 شهور هادي، ولكن عاد ولات كتبان لي عاد نفس الله، وبداو كيبانوا لي عاد شي وحدين صغار دابا. ولكن المنطقه اللي صايبتي فيها الوصفه يعني في الشعر ديالك، المناطق الاخرى ما بقاش فيها هذا المشكل هذا؟ دابا هي كيبان لي في بلاصه وكينوض الشعر، كيولي ينوض الشعر بوحدو، عاد كتولي تبان لي واحده اخرى. واخا شفتي الطبيب؟ بغيت تعطيني شي صباغه ديال الشعر كحل. واخا ان شاء الله. شفتي الطبيب ديال الجلد؟ مشيتي عند الطبيب ديال الجلد على هذا المشكل؟ لا ما مشيتش طول الجلد، كان عندي الاعصاب. نعم، دابا كناخذ الدواء. فشوف ضروري تمشي عند الطبيب ديال الجلد باش يشوف معك هذا المشكل ويعرف شنو هو السبب، فهمتي؟ حيت هنا منين كنستعملوا مواد طبيعيه والمشكل كيبقى، ضروري كيخصنا ندوزوا لمواد ادويه اللي كتكون قويه. علاش؟ لان هنا عندنا مشكل مزمن، ونشوفوا مع الطبيب ان شاء الله ديال الجلد، وهذا المشكل هذا ما يبقاش عندك. صافي. وحنا كنسمعوها من خلال صوتك حوريه كنحسوا بك متعوبه، وكنحسوا بك يعني ماشي في حاله مزيانه، فكنتمنوا انه ان شاء الله ما يكون عندك بس، وضروري تمشي للطبيب ياك دكتور. ضروري وصلت الفكره. لانه الوصفات الطبيعيه طبعا كتعطي نتيجه الا كان الانسان ايضا يتعافى وهو بصحه جيده. نعم، وهنا حيت هنا كاين واحد المساله اخرى، انك تاخذ الادويه ديال الاعصاب. نعم، الادويه ديال الاعصاب كيعطيونا هذا المشكل هذا ديال الانسداد ديال المسام ديال الفروه ديال الراس، فهادشي علاش كنمشيو عند الطبيب ديال الجلد باش كيعطينا ادويه موازيه لهاد الادويه هذه ديال الاعصاب. زينب السلام عليكم. مرحبا بك من الدار البيضاء، اهلا. كدايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله. وي الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور ميزان. مرحبا اختي. وي سيدي الله يخليك، عندي جوج المشاكل. المشكل الاول هو شعري اللي
ما بقاش يعني كيف كان ولا عندي خفيف خفيف بزاف ومشكل ديال لا فيتامين دي كيف كنتي قلتي فهاد الصباح هذه فيتامين دي تاع الام ديالي كانت ديك المره دارت لها لي زاناليز لقات عندها ثلاثه كاين شي وصفه الله يجازيك بخير واخا عطاها الطبيب بعدا باش تاخذ هذوك لي زامبول دوك لي باري اللي كيتشربوا وعطاها ديكور عطاها ديكور واخا انا غنعطيك وصفه المساعده فالوصفه اللي عطيت ديال معلقه صغيره ديال الزريعه ديال الحريقه الحرشه ياك اللي كنزيدو اللي كنزيدوها في واحد الزلافه او في واحد واحد لو بول ديال الحسوه بالشعير كنخلطوها من بعد حتى كطيب الحسوه وتسالي وكنزيدو فيها ديك المعلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه وكناخذوها كنستهلكوها كنداوموا عليها دائما فهي غادي تعاونها والزنجلان حتى هو تاخذ معلقه كبيره ديال الزنجلان جوج المرات في اليوم حتى هو الماده اللي غادي تعاونها زائد مازال كنزيد ناكد اننا زائد الدواء اللي كناخذو فهنا كيترفع المفعول ديال هذا الدواء هذا وكنستافدوا منه اكثر وبالنسبه لتساقط الشعر فخليك في الاستماع ان شاء الله فانا غادي نعطي وصفه لهذا المشكل هذا فاطمه معنا من طنجه السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله كنشكرك الاخت انا على البرنامج قلت الدكتور عماد اللي كيفيدنا بزاف وكينبهنا من بعض الاعشاب اللي كتكون مضره شكرا هذا واجب اختي مرحبا واليوم بغيت نسقسيك الدكتور عماد بالنسبه انا عندي الوزن ديالي كيبقى ينزل لي بزاف انت يعني بحال مثلا دابا غير في الوزن رمضان هبطت من 80 ل 76 اييه 76 كيلو ماشي وصفه باش غير نحافظوا على الميزان ديال الفريق تيكسي بعدا فهمتيني نعم اسمح لي نسولك البكبوكه واش مضره اولا كدير الوزن ولا لا فالبكبوكه ما نستعملوهاش البكبوكه عندها اعراض جانبيه مازال كنزيد ناكد كنهضر على هذه الماده هذه اللي هي كتضر قلنا بالكبد وكتضر بالكلاوي فالوصفه يمكن لك تاخذي الوصفه اللي عطيت يلا عطيت دابا اللي فيها زياده الوزن فغتاخذي نص معلقه صغيره ديال الحبق البلدي ونص معلقه صغيره ديال الزعتر غتزيدي عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق تشربيها ساعتين مورا الفطور في رمضان ومنين يخرج رمضان كناخذوها على الريق يوميا ما كنقطعوش هذه الوصفه هذه وان شاء الله تعطيك فائده شكرا دكتور عماد شكرا لك مرحبا مرحبا غادي ناخذوا الان صباح من اكادير اهلا الو صباح الخير يا صباح الو صباح الخير اختي سناء صباح الخير اختي سناء واخا دابا هذا الظهر ولكن جميل هذا الاسم صباح تفضلي شنو سؤالك اللي كيزين ايامك صباح الخير اختي سناء صباح الخير دكتور ميزات صباح النور اختي عندي واحد السؤال ليك اخويا عافاك اخويا عماد مرحبا عندي سؤال على بنتي صغيره يلا عندها 6 سنين ايوا وعندها تحت عينيها زرق مره كيكون زرق مره كيمشي وبحيلة كيزرق وبحيلة كيدخل داك البلاصه بحيلة كتدخل وعندي سؤال ثاني عليا على شعري المشكل اللي عندك في الشعر ديالك عندي المشكل اللي عندك في الشعر شنو عندي المشكل ديال الشيب 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 كثير وكان كنت كنصبغ انا غير في الدار وبحيلة مرضات ليا الجلد هاد شعري مشيت عند الطبيب دوزت عطاني تريتمون شربت واحد الفانيل واحد الحبة في النهار وعطاني الشامبوان على جوج اشكال وعطاني ديميلور استعملته شي 3 شهور ولا 4 شهور وقال لي ممنوع الصباغه العاديه ممنوع الصباغه ديال اللي فيها المواد الكيماويه ممنوع عليا ودابا فيا شي بزاف وانا ما قدرتش وكان عندي التساقط ديال الشعر ولكن ملي خديت التريتمون الحمد لله شعري تخلف وكل شيء مزيان الا داك الشيب مديرونجيني لان كثير كثير بزاف وكنستعمل واحد الدواء انا كنستعمل واحد الدواء حيت متبع عند بسيكياتر عندي مرض الهلع كناخذ الدواء كناخذ التريتمون كناخذ واحد الدواء الصباح بالصباح وحبه في الغداء نعم فهاد الادويه هذه اللي كتكون هاد الادويه اللي كتكون عندها علاقه بالجهاز العصبي فكيمكن لها حتى هي تبين لينا بحال هاد الاعراض كما شفنا الاخت اللي قبل عندها مشكل ديال انسداد المسام وكتقدر كذلك تغير حتى من داك التلوين علاش كتقدر تنقص لنا الماده ديال الميلانين في الشعر ديالنا انا النصيحه اللي غننصحك غادي تاخذي واحد الزيت وحده فقط اللي هي زيت الحبه السوداء زيت الحبه السوداء غادي تولي تاخذي منها شويه وديريها كسيروم كل ليله فزيت الحبه السوداء كتغدي وكترجع هذاك الميلانين اللي كتكون مفقوده والشعر اللي غيولي كينوض من بعد فهذا ما بقاش فيه اللون ولكن الشعر اللي غيولي كينوض من بعد غادي يولي كينوض اللون ديالو عادي وحتى الشيب كيتحبس غير هي خصنا نداوموا عليها دائما ما نقطعوش
هاد الوصفه هذه. غير البنيته بغيت نسولك واش البنيته كتنعس الساعات ديالها الكافيه؟ ما كتبقاش يعني سهرانه، خاصه كنعرفوا حنا في الفتره هذه ديال 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 الحجر الصحي، فهمتيني؟ الوليدات بحال النوم ديالهم وقع فيه واحد شويه ديال الاضطراب، واش البنيته كتنعس يعني الساعات الكافيه ديالها؟ صباح خرمضان غير كيدخلوا من المدرسه كنعطيهم ياكلوا 8 ونص كنعسهم. ايوا الحمد لله زعما ما كنخليوش كاين سهرانين، واخا كيبغيو يسهروا انا كنعسهم، كنقول باش الصباح ملي نوضوا يمشيو ليكول. غير هي معصبه شويه، هي معصبه وفي القرايه معصبه. كي دايره الماكله ديالها؟ قليله الماكله ديالها، قليله بزاف عاد. شوف الماكله الا كانت خصها ضروري التغذيه ديالها تكون عندها التغذيه، علاش؟ لان هذاك المواد المفيده اللي كتكون في الدوره الدمويه اللي هضرنا عليها كنجيبوها من التغذيه، يعني كنجيبوها من الماكله اللي كناخذوا، الماكله اللي كتكون صحيه. فالبنيته غننصحك بواحد بواحد الزيت اللي غتكون خفيفه عليها، تاخذ زيت شجره الشاي. فزيت شجره الشاي هي احسن زيت لهذه المنطقه هذه ديال حول العين. علاش اختاريت زيت؟ لان لو كنا كنعرفوا الوليدات الصغار ما كيستحملوش اننا يبقاو يديروا الوصفه او يبقاو كيتسناو بزاف على شي حاجه في الوجه ديالهم. فشويه من زيت شجره الشاي وغديري لها واحد المساج خفيف في البليصه اللي تحت العين ديالها اللي عندها هذه الهالات هذه، وان شاء الله يوميا وان شاء الله غادي يرجع لها البشره ديالها للحاله الطبيعيه ديالها. صافي تفهمنا؟ ناخذ هذا الزيت ديال الشاي، فيما ناخذ شجره الشاي الصيدليات او شبه الصيدليات باش كنكونوا كناخذوا يعني من بلايص اللي امنه، وان شاء الله غتلقى عليها الراحه. شكرا دكتور بزاف، عواشرك مبروكه. الله يبارك فيك. حتى انت اختي سناء شكرا بزاف. مرحبا. شكرا راديو اصوات كامل من الصباح حتى العشيه. الله يبارك فيك، تحيه كبيره لكم باكادير اللي كتابعونا بها عبر الموجه 100.4. معنا فوزيه من مراكش، اهلا بك. نقطع الخط الفوزيه واخا ناخذ ناديه من تاونات. معنا فاطمه من فاس، اهلا ناديه. الو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. انا لاباس عليك. الحمد لله. عماد لاباس. الحمد لله. الله يبارك فيك اختي. الله يخليك. انا عندي مشكل ديال القبض وبغيتك تعطيني شي وصفه. الله يخليك. عندي القبض باستمرار مزمن، وعندي مشكل في المسران كيدوز ليا بالنزيف. اذا عندك واخا وكتاخذي الدواء على النزيف هذا اللي كاين عندك في المسران؟ كنت كناخذ الدواء ولكن دابا ما كنصيباش نشري، مازال ما عطاوه لياش. شنو كيعطيو لك في السبيطار؟ كيعطيو ليا في الطبيب ديال المخزن، ولكن دابا مازال قال لك ما كاينش ما عطاونيش. فهنا هذه الحاله ديالك، شوف ملي كيكون عندنا واحد النزيف يا اما الداخل ديال المسران كيكون فيهم واحد الالتهاب او كيكون فيهم تعفن، فهنا خصنا نحاولوا نتجنبوا الاعشاب، خاصه الاعشاب اللي كتكون مركزه وكتكون حاره. فشنو غننصحك انا اللي غادي يقدر يعاونك في هذه المساله هذه؟ هو كاين النبق اللي فيه واحد النوع ديال السيليكون، او كنستعملوا النباتات اللي فيهم السيليكون الطبيعي. فهنا عندك النبق وعندك الخروب، واحد فيهم يا اما طحني النبق وتغرب ليه الغربال الرقيق، ولا طحني الخروب ويتغرب مزيان في الغربال الرقيق ديال الحنه، وتاخذي معلقه صغيره من واحد فيهم ديريها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وتصفيه وتشربيه في الوقيته ديال رمضان، فغتشربيه ساعه مورا الفطور، وفي الايام العاديه غتاخذيه على الريق وتداومي عليه. ولكن ضروري اختي مره تحاولي تمشي باش تشوفي الدواء ديالك، لان الدواء هو العلاج، ما كاينش شي حاجه اخرى من غيره. ما يكون بس عندك ناديه. ناخذ فاطمه من فاس، ومعنا حنان من سيدي قاسم. اهلا بك فاطمه، وبقات لينا 5 ديال الدقائق. مرحبا. اهلا فاطمه. السلام عليكم اختي سناء. كيداير لاباس؟ وعليكم السلام. الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا، شنو سؤالك؟ عطات عندي واحد جوج اسئله الدكتور الله يسهل عليك. عطات دكتور انا يا لقيت واحد الوصفه في الانترنت، الا خديتيها كتاخر لك شويه من السلياس. اييه واخا نتقاسموا معك هذه الوصفه. ودابا المشكله انا عندي الغده الدرقيه، وخصني بلا ناخذهم ولات يعني ما يجوش مع الحاله ديالي. حبوب القزبر والسانوج وزنزان وزريعه الكتان. وشحال كتاخذيهم؟ شحال كتاخذي الكميه فيهم؟
الدكتور باقي ما خديتهم يلاه لا زعما شحال قالوا لك تاخذي نفس انا اللي ديت الوصفه قال لك كميه متساويه اللي خديتيه من هذا يعني نفس المقدار وتخلطيهم وتاكليهم علاش بغيتي تاخذي هاد الوصفه فاطمه هاد الوصفه قال لك زعما الا خديتيها كتاخر شويه تسن لي اسم ديك الصهده اللي كتجيك وكذا يعني ما تجيش تسن لي صغيه يعني تعطيك شحال في عمرك تاخرها شويه شحال في عمرك عمري 42 42 واش بدات كتنقطع عندك العاده الشهريه ولات ماشي كتنقطع عندي ولات شحال اللي ما بقاش عندي كتجيني في الوقت يعني ولات تطربات قبل سيمانه وانا ناكد لك انه هذا الشيء سمعناه عند كثير من السيدات وتطرقنا له مع الدكاتره ديال امراض النساء والتوليد شحال من سيده راه كيوقع لها هذا الاضطراب هو هرموني خصك تمشي لعند طبيب اللي متبع معاه ياك دكتور نعم. وان شاء الله ما تخافي شيء من سين الياس ثاني حاجه سين الياس راه كاملين غندوزو منه وانا ما كان شحال هذه كنا اتفقنا شعارنا في حديث ومغزل سين الامل سين الامل ما نسميوهش سين الياس هو سين النضج هو سين الامل هو مرحله جديده واللي خص الانسان يوصلها وخص المراه بالخصوص تعيشها بخير مع راسها فهمتي الا عندك مشكل الغده الدرقيه واش هذه الوصفه تصلح لها او لا فهاد الوصفة أولا بعدا عندها مشكل الغدة الدرقية مباشرة غيكون مشكل ديال اضطراب الدورة الشهرية عنده علاقة مباشرة الغدة الدرقية مع اضطراب الدورة الشهرية لأن حتى الناس اللي زوندوكينو أو الاختصاصيين في الغدد كيعطيوك دير تحاليل ديال الغدة الدرقية ملي كيكون اضطرابات في الدورة الشهرية شي عنده علاقة بشي نعم هذا من جهة من جهة أخرى يعني الوقيتة فاش كتقطع الدورة الشهرية كتقطع يعني ما كاينش اننا شي حاجه كتعطلها ولا كتزيد ولا كتسرع فيها فكاين وقت مضبوط ديال الدوره الشهريه بحال المكانه كتوصل الوقت ديالها كي صافي ما كيبقاوش هذوك الهرمونات كيتفرزوا وكتقطع يعني واخا ناخذوا الاعشاب هنا وصفه لي صعيبه بزاف اللي فيها زرعه الكتان وهضرنا عليها مرارا وتكرارا كما كنقولوا زرعه الكتان اللي خديناها اكثر من القياس ديالها وخديناها كنفوتوا 15 يوم في الاستهلاك ديالها هي ايباتوتوكسيك كتسمم لينا الكبد هضرنا على الشانوج الشانوج اللي قالنا فيه سيانور فيه هذاك السم بحال السم اللي كيكون في الافعى فدوك لي سيانيد اللي كيكونوا في الشانوج حتى هما مواد كيسمموا لينا الجهاز العصبي ف مازال كنأكد الناس اللي كيعانيوا من الغدة الدرقية الناس اللي عندهم مشكل في الكبد كيف ما كان المشكل الناس اللي عندهم مشكل في الكلاوي ممنوع منعا كليا استعمال الأعشاب نهائيا باش ما كيعطيوش تطورات للحالة ديالهم ونزيد كذلك النساء اللي كيكون عندهم اضطرابات في الهرمونات واللي كيكون عندهم يا كيست يا كورة يا أي حاجة عندها علاقة بالهرمونات ديالها فممنوع تاخذ الأعشاب ونمشيو عند الطبيب وإن شاء الله الأمور كتقاد لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله